السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد على القناة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي، وتكونوا في صحة جيدة. كيف ما كنلاحظوا أن الأجواء ديال الصيف بدأت كتدخل، لذلك اقترحت عليكم وجبة غداء صيفية بامتياز. كنتمنى أن الوجبة ديال اليوم أو الاقتراح ديال اليوم ينال إعجابكم. فإلى بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير لهذه الوجبة هذه اللي سهلة صحية غزالة، ما فيهاش مكونات كثيرة، فقط مكونات كتكون متواجدة دائما في البيت. كي قلت لكم إلى بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير لهذه الوجبة هذه بقوا معايا حتى النهاية الفيديو، فرجة ممتعة. بركة الله نتعرفوا على المقادير. الاقتراح الاول، غادي نحتاج قطع ديال الهبره ديال الدجاج اللي ممكن تعوضوها بقطع ديال لاداند او اللحم، نتوما وشنو كتفضلوا وشنو متواجد عندكم. غنحتاج ايضا للمعدنوس. بالنسبه للتوابل غنحتاج بطبيعه الحال الملحه الابزار، غنحتاج الخرقوم، الكمون، غنحتاج سكينجبير، غنحتاج ثومه بودر اللي ممكن تعوضوها بثومه طريه، وغادي نحتاج ايضا الكوري. بالنسبه لي صوص غادي نحتاج صوص باربيكيو، غنحتاج الموطارد، صوص صوجا، وصلصه حاره اللي ممكن ما تستعملوهاش بالنسبه للناس اللي ما تيفضلوش الحار. وغنحتاج ايضا للفلفله، عندي هنا فلفله حمراء وخضراء وصفراء، ممكن تكتفيوا بلون واحد كي كنقول لكم دائما على حسب المتواجد عندكم في البيت. غادي ناخذ اناء اللي غادي نضع فيه القطع ديال الهبره ديال الدجاج ديالي، غادي نضيف فيه جميع المكونات، غادي ندمجهم مع بعضياتهم وغادي نخليهم يرتاحوا حتى يتبلوا ليا مزيان. ديك الساعات غادي ندوزو باش نوضعوهم في العويدات ديال لي بروشيت، يعني الطريقه عاديه. صراحه انا الوليدات ديالي ما تياكلوليش نهائيا صدر ديال الدجاج هكذا في مرقه او لا في كسكسو ولا حتى الزوج ديالي ايضا، فكنعوضو بهاد الحويجات هادو، كنستعملوه في بيتزا بحال هاد الشكل لي بروشيت مسمن معمر هكذا، كنستعملو دائما في الحشوات او لا هكا على شكل قطبان. فكيف ما لاحظتوا دمجت العناصر كامله مع بعضياتها، فمن الاحسن البنات ترقدوه في هاد المكونات هذه، في التوابل وفي هاد لي صوص ليله كامله او لا شويه، يعني تقريبا ساعتين هكا، باش يجي مشرب لكم هاد القطاع ديال الدجاج، تجي متبله مزيان وداخله ليها التتبيله. كيف ما لاحظتوا ضفت ايضا حتى الفلافل حتى هما باش ياخذوا ديك التتبيله مع الدجاج. وبالنسبه للاقتراح الثاني غادي نتقاسم معكم الفلفله معمره بالروز، كتجي غزاله البنات هاد الاكله هذه، ممكن تقدموها ايضا كطبق للعشاء علاش لا، كتجي خفيفه. فانا هنايا خديت الروز طلقته نص طلقه مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزبده. بالنسبه للتوابل ضفت الملحه، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، وغادي نضيف توابل سمك وثومه بودر مع المعدنوس والملون الغذائي. غادي نجمع هاد المكونات كامله مع بعضها حتى يندمجوا ليا التوابل مع الرز، وغادي نعمر بهم الفلفله اللي غادي نحيد ليها الراس ديالها، وغادي نحيد ليها ايضا البذور ديالها ودوك القشيرات البيضين اللي تيكونوا الوسط ديال الفلفله. كيف ما كتلاحظوا ما غاديش نسدها بالغطاء ديالها اولا بالراس ديالها اللي حيدته، غنخليها هكذا لاني من بعد غادي نعمرها بشرائح ديال الفرماج وغادي ندخلها للفران. كما كتلاحظوا ما غاديش نعمرها كامله، يعني فقط واحد النسبه. هنا كيف ما شفتوا عندي فلفله حمراء خضراء وصفراء، وعندي مطيشه اللي حتى هي غادي نعمرها. ممكن اي نوع ديال الخضر تعمروهم بحال كوغجات، بحال بطاطا، بحال ايضا الدنجال، حتى هما نعمروهم بنفس الطريقه وطيبوهم في الطجره، يعني ما
كلهم يعني كيجيو زوينين، وكل يعني ملي كتكون خضر متنوعة كل نوع ديال الخضر كيطلق اللذة ديالو. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا الدجاج ديالي من بعد ما تبل مزيان هو والفلفله بهذوك لي صوص والتوابل اللي ضفنا له، فخديت هاد العويدات ديال لي بروشيت وغادي نعمرهم بالطريقه العاديه المعروفه ديال لي بروشيت ديالنا. نخليكم مع تتمه الفيديو. بالنسبه للمريقه اللي غادي تطيب فيها الفلفله، غادي ناخذ طنجره غادي نوضع فيها زيت الزيتون اللي ممكن تعوضوها بزيت نباتيه اولا بزوج بيهم تخلطوهم مع بعضياتهم. غادي ناخذ مركز طماطم اولا مطشات الحك، غادي ناخذ ايضا الملحه البزار والخرقوم. غادي نخلط المكونات مع بعضها، غادي نضيف سكنجبير، المعدنوس مفروم، وهنايا خففت بشويه ديال الماء. غادي نخلي لاصوص ديالي حتى طيب واحد شويه يعني تغلى، غادي نضيف الماء وغادي نستف فيها ايضا الفلفله ومطيشه. هنا البنات ضفت معلقه ديال الثومه بودر اللي ممكن تعوضوها بثومه طريه. هنا غادي نضيف الكاس ديال الماء الاول، الكاس الثاني، يعني القياس ضيفوا القياس اللي غادي يطيب لنا هاد الفلفله هادي. كيف كنعرفوا ان المطيشة حتى هي كتطلق لنا واحد الكمية ديال الماء. هاد الشكل هذا، وغادي نزيد عليها ونخليها طيب على عافية متوسطة. خديت هاد المقلاة هادي ديال لي بوشيت، غادي ندهنها بشوية ديال الزيت وغادي نوضع فيها لي بوشيت ديالي باش يطيب. بالنسبة للسلطة أنا اختاريت نرافق الغداء ديالي بسلطة مغربية. هنايا خديت طماطم أو مطيشة، خديت الخس والخيار اللي قطعتهم قطع صغيرة، هنايا عندي الفلفلة خضراء اللي قطعتها حتى هي قطع صغيرة جدا، ما شويتهاش خليتها هكذا قطرية. هنا أيضا خديت البصلة اللي حتى هي قطعتها قطع صغيرة جدا. هنايا خديت الكورنيشون، خديت الزيتون الخضر حتى هو. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملحه، الابزار والكمون، غنضيف ايضا معلقه ديال المعدنوس مقطع وزيت الزيتون بطبيعه الحال.
وهنا غادي نضيف قطرات ديال الخل الابيض. مائدة الغداء ديالنا ديال اليوم كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انها تنال اعجابكم. كيف ما كتلاحظوا يعني وجبه غداء سهله سريعه اقتصاديه بطبيعه الحال. مكوناتها متواجده في كل بيت، ما فيهاش بزاف ديال التمره كيف ما كنقولوا. بالنسبه للفلفله فانا وضعت فيها قطع ديال الفخوماج ساندويتش ووضعتها في الفران حتى داب لي داك الفخوماج وقدمتها بهذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويعجبكم الاقتراحات اللي شاركتها معكم. تنقول لكم شكرا على التعليق ديالكم اللي كتخليوها لي في لي كومونتير، وتنقول لي اول مره كتشوف القناه ديالي تخطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. تنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. شكرا على المشاهده.